يعني بكل الفرح والشكر فرحانين ان قداستك تدينا فرصة نيجي نجتمع ونسمع تعليم من قداستك ونفتح قلوبنا بأسئلة. كنيستنا فيها العامل الروحي وفيها العامل الخدمي أو الرعوي وفيها العامل الوطني. يعني في كل خدمة أنت بتعملها يا بونا هي دي خدمة من أجل أن تحجز مكانا للإنسان اللي بتخدمه في السماء. تخيل كده بقول الكنيسة القبطية، يعني بقول قدام تحدي مهم جدا للأجيال الجاية كلها، لأن تعمل رؤية متكاملة عايز أقول على أعلى مستوى اللي بيها إزاي كل التربية الكنسية وكل عايز أقول كده كل ما هو قائم على التعليم الكنسي إزاي إن هم يعني فيه معناه مش يطوروا لا المنهج ولا الأسلوب. أنا أقصد بأمر أكبر من كده اللي هم ازاي الولاد دول يعني يتمكنوا ويتحصنوا من ان هم يواجهوا التحديات دي كلها اللي بتتقابلنا. وعايز اقول في طفرة كل يوم بتزيد عن التاني. انا اعرف ان دور الكنيسة ودور الاسرة دور مهمين قوي، الاتنين الدورين دول. فدور الكنيسة علشان نواجه الظاهرة ده هي لازم نعد اعداد خدام متفهمين لطبيعة اللي بيحصل مع أطفالنا. فيبقى المدخل للخدمة دي هو ان احنا نهتم بإعداد الخدام اللي يقدروا يفهموا دول، ودي نقطة مهمة قوي، مش مجرد خادم ابتدائي، ده اي واحد. فعشان كده مزيد من الدراسات مزيد من الابحاث للخدام اللي هيدرسوا او اللي هيقفوا قدام ولاد. بالنسبة لدور الأسرة، دور الأسرة فيه ثلاث علامات مهمة جدا. أولا الأسرة لازم تكون ممتلئة حبا، بيوتنا ما تبقاش جافة، بيوتنا ما تبقاش مادية بس، بيوت فيها حب، فيها حب. يعني الولد اللي بيشوف بابا وماما بيقول للأم أنا بحبك أو هي بتقول له أنا بحبك قدام الولد الصغير، دي مش هتضيع هباء خالص. والأب والأم اللي بيطبطب على الولد وهو صغير وهو فتى وهو كبير كده أنا بحبك، كلمة نفسها الحب والحوار والتشجيع. Thank you.